في نفسنا لو قلنا. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع الأرض. وكفاية على الأهلي من الأهلي نقطة ومن أول السطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. من هنا كانت البداية، كانت بداية تكوين فريق جديد في 2019 عندما خسر النادي الأهلي المباراة، طبعا مباراة سان داونز في جنوب إفريقيا في دور الثمانية، ثم في مباراة العودة اللقطة اللي حضراتكم شفتوها. اللقطة اللي حضراتكم شفتوها دي كانت بداية تكوين فريق جديد للاستحواذ على كل البطولات سواء إفريقية أو محلية. الحقيقة يعني خلال هذه الفترة من 2019 وما بعد 2019 حاجات كتيرة جدا جدا عدينا بيها. وخليني أبدأ مع حضراتكم القصة من أولها، القصة من أولها، لأن الحقيقة لكل جواد كبوة، لكل جواد كبوة، ولأن النادي الأهلي كبواته قليلة، ولأن النادي الأهلي كبواته قليلة، فإحنا بالنسبة لنا ضياع الدوري العام المصري هذا الموسم بنزعل عليه جدا 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 جدا، على الرغم ان هو كان في وسط موسم مضغوط جدا ومتلاحم مع اللي قبله. خلال هذا الموسم حقق النادي الاهلي 5 بطولات وبرونزية كأس العالم، ولسه الموسم مخلصش، لسه مخلص. في بداية 2019 عشان ابدأ مع حضراتكم الحكاية من اولها، النادي الاهلي خرج امام سان داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وسط مشهد الحقيقة أنا شخصيا بعتبره مشهد تاريخي، مشهد تاريخي لجمهور النادي الأهلي وسط 80 أو 90 ألف متفرج أهلاوي. الجماهير حيت الفريق، حيت الفريق التحية اللي أمام حضراتكم دي، ومن هنا كانت البداية، من هنا كانت البداية. الأهلي لو حضراتكم تتذكروا في 2019 كان متأخر في بطولة الدوري بفارق نقاط كبير عن المتصدر في ذلك الوقت، ولكن كعادة النادي الأهلي وكقيمة النادي الأهلي وجمهوره الكبير العظيم وقف في ظهره وجدد النادي الأهلي الثقة في المدير الفني في ذلك الوقت مارتن لاسارتي. جدد الثقة في مارتن لاسارتي وفي جميع لاعبي الفريق في الوقت ده. طب إيه اللي حصل لما النادي الأهلي عمل كده؟ واللعيبة شافوا جمهورهم في ظهرهم، والمدير الفني في ذلك الوقت شاف جمهوره في ظهره، عمل ايه؟ رجع النادي الاهلي، رجع النادي الاهلي من بعيد جدا جدا وحقق بطولة الدوري قبل نهايتها باسبوع على ما اتذكر، بعد ما حقق الفوز على المقاولين العرب في استاد برج العرب 3-0. طيب ايه تاني حصل في موسم 2019؟ وافتكروا الدوري ده كويس، افتكروا الدوري والحروب الكبيرة، الحروب اللي كانت بتحصل على النادي الأهلي في الدوري ده تحديدا، واللي حصل من جمهور النادي الأهلي ومساندة جمهور النادي الأهلي لفريقه. قدرنا ناخد الدوري في 2019، كانت حروب كبيرة جدا جدا على النادي الأهلي في الوقت ده. طيب حصل ايه في الكاس؟ الكاس لو تتذكروا خسرنا الكاس في بخطأ تحكيمي اعتذر عنه جهاد جريشة. طيب أنا اللي بقول الكلام ده أو أنا جايبه من دماغي؟ لا، مش أنا اللي بقول هذا الكلام، اطلع ورينا سمير وتعالى. اللي هيشاهد المباراة بكرة مش خطير، أنصح الجمهور الأهلاوي بالذات ما يكونش زعلان مني، إحنا بقى عندنا بكرة ماتش أهلي وغيره، الناس اللي الجمهور الأهلي زعلان، فبقول لهم ما تزعلوش، لأن في الآخر التحكيم النهاردة ليك وفي عليك. في ضغط مش مقصود،
استمتع معاكم اليوم ان شاء الله. طب نصيحتك للاعبين؟ مش انا اللي بقول هذا الكلام، ده مين؟ كابتن جهاد جريشة. اذا الاهلي كسب الدوري في 2019 مع مارتن لاسارتي مع مجموعه من اللاعبين بعد تحيه الجمهور ليهم في بعد النهائي، بعد ما خسرنا دور الثمانيه وطلعنا من دوري ابطال افريقيا من سان داونز. طيب كسبنا الدوري، خسرنا الكاس بخطا تحكيمي، اتكلم فيه كابتن جهاد جريشة، حصل ايه بعد كده؟ طيب في نهايه الموسم لاسارتي مشي وتعاقد النادي الاهلي مع رينيه فايلر. رينيه فايلر السويسري مع جهاز اجنبي كامل. وقدر فايلر الحقيقه امام حضراتكم طبعا، قدر فايلر بعد تعاقده مباشره، بعد ما اول ما تعاقد، ان هو يحقق بطوله السوبر المحلي بعد الفوز على نادي الزمالك 3-2. وبدأ مشوار الانتصارات بالنسبه للنادي الاهلي خلال بعد بطوله او بعد الفوز ببطوله السوبر المحلي. طيب في الشتاء ايه اللي حصل؟ في شهر واحد يعني ايه اللي حصل؟ ده السوبر بالمناسبه، واحنا بنتكلم كده مع حضراتكم بنتفرج على السوبر اللي كسبه فايلر اول ما جه، اول انتصار لفايلر بعد ما جه باسبوع وكسب السوبر المحلي في ذلك الوقت. طيب زي ما حضراتكم شايفين هناخدها واحده واحده كده عشان نوصل لحاليا ايه اللي بيحصل. واحنا بنتكلم مع حضراتكم وبفكر حضراتكم، مع ان انا متاكد وعارف ان حضراتكم فاكرين هذا الكلام، ولكن انا بفكركم باللي حصل من 2019 وكيف استطاع مجلس اداره النادي الاهلي واداره الكره في النادي الاهلي، ايوه حسين حلوه دي، قدر ان هو يستطيع ان هو يكون فريق من 2019، او كانت البدايه في شتاء او في فتره الانتقالات الشتويه في 2019 قبل او من قبل ماتش سان داونز بشويه الحقيقه، ولكن في 2019 في شتاء 2019 تعاقد النادي الاهلي مع مجموعه من اللاعبين لاستكمال قوه الفريق. لو تفتكروا حضراتكم جيرالدو، محمد محمود، حسين الشحات، وتمت استعاره رمضان صبحي لمده 6 شهور، وكمان كان في ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، بس دول في الانتقالات الشتويه. طيب قدرنا نكمل في الدوري وكالعاده يعني خدنا الدوري، وبعدين في الانتقالات الصيفيه اداره كره القدم في النادي الاهلي بالاتفاق طبعا مع مجلس اداره النادي الاهلي في الانتقالات الصيفيه أليو ديانج والقضية ممكن محمد مجدي قفشه ومحمود متولي، هذا الثلاثي تم التعاقد معاه في صيف 2019. في الوقت ده تحديدا اكتمل عقد الفريق اللي بدأ يبنيه النادي الأهلي بعد الخروج الإفريقي. افتكروا بقى الوقت ده ايه اللي حصل؟ فايلر اكتسح الدوري المصري لحد وقفة كورونا، لو فاكرين اللي حصل في الوقت ده. كسب السوبر المحلي مرة وخسر بضربات الجزاء في الامارات السوبر المحلي اللي احنا كنا متسيدين المباراه من اولها لاخرها، وخسرنا بركلات الحظ الترجيحيه. وبعد خسارتنا في السوبر الافريقي السوبر المحلي قدرنا نتخطى سان داونز ونرد على هزيمه سان داونز في العام اللي قبله، ووصل النادي الاهلي للدور نصف النهائي في دوري الابطال، وابتدت وقفه كورونا، وقفه طويله لكورونا. بعدها فايلر مع اداره النادي الاهلي اتخذوا قرار ان فايلر مش هيكمل، وبالتالي مشي فايلر، وهنا كانت بدايه اخرى، قرار تاريخي لمجلس اداره النادي الاهلي باستقدام اول مدير فني اجنبي، اول مدير فني افريقي انا اسف، بيتسو موسيماني لقياده الفريق الاحمر للموسم القادم. وبالمناسبه دوري الأرقام القياسية كان مع فايلر، حسم الدوري قبلها بست أسابيع استطاع فيهم فايلر إن هو يحسم الدوري تماما لصالح النادي الأهلي. مشي فايلر وجه موسيماني زي ما قلت لحضراتكم في قرار تاريخي الحقيقة لكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته وإدارة الكرة في ذلك الوقت. وجه موسيماني واستلم مهمته، أول لقاء ليه إيه بقى؟ لقاء الوداد في دور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا.
هذه البطولة اللي كانت مستعصية في ذلك الوقت لمدة 7 سنوات، والناس كلها بتقول له أفريقي. التاسعة يا بيتسو، فاكرين التاسعة وفاكرين القضية ولا مش فاكرينها؟ التاسعة اللي كانت واقفة معانا من 2013، وخدناها ازاي؟ بالقضية. ممكن عمرنا ما هنكرهها، هنفضل نحبها على طول. انت ممكن تكرهها، جمهور معين ممكن يكرهها، بعض من لا يشجع النادي الاهلي هيكرهها، لكن احنا هنفضل نقولها ونقولها كل يوم، لان دي حاجه بتبسطنا وبتفرحنا. انت عايز زي ما تقولها قولها، وعايز تعملها زي ما تعملها مفيش مشكله. طيب نرجع تاني للي كان بيحصل. لعبنا الوداد في الدور نصف النهائي، وبعدين الاهلي حقق الفوز على الوداد لو تفتكروا، رايح جاي، وحقق لقب دوري الأبطال رقم 9 محمد مجدي قفشه بعد فوزه على نادي الزمالك، النادي الأهلي بعد فوزه على نادي الزمالك. ايوه اللقطة المهمة دي. بالقضية ممكن. بإيه؟ بالقضية ممكن. أنا ممكن أغنيها يعني، ما عنديش مشكلة. ممكن أغنيها عادي يعني. بالقضية ممكن. ده الصبار غناها. ده الصبار غناها. فبالقضية ممكن قدرنا ناخد البطولة رقم 9. طيب بس كده؟ لا، ابتدينا او ابتدى النادي الاهلي ياخد بعد البطولة رقم 9 في دوري ابطال افريقيا. ما اكتفاش اللعيبة بهذا اللقب فقط، ولكن قدرنا ناخد كاس مصر بالفوز على الاتحاد في نادي الاتحاد في نصف النهائي، وطلائع الجيش في النهائي، ليفوز النادي الاهلي بكأس مصر رقم 37 في تاريخه. طيب كمل النادي الاهلي وكمل بيتسو موسيماني بعد نهايه هذا الموسم، ثم تلاه موسم تلاحم مع الموسم السابق، ولكن في هذا التوقيت النادي الاهلي قدر يجيب بدر بنون مدافع الرجاء المغربي في ذلك الوقت، وطاهر محمد طاهر من المقاولين، واحمد رمضان بكم من دجله، ورجع من الإعارة محمد شريف وأكرم توفيق، رجعوا الاثنين من الإعارة. طيب وده طبعا أول ظهور لبدر بنون في النادي الأهلي، والحقيقة بدر أصبح سلطان بالنسبة في قلوب كل جمهور النادي الأهلي بعد التعاقد معاه الحقيقة، وأداؤه بشكل رائع في منذ بداية قدومه وحتى الآن، يمكن في بعض المباريات اللي تعب فيهم، والحمد لله ان شاء الله يرجع الفتره القادمه ويبقى افضل. طيب هل اكتفى لاعبو النادي الاهلي ومجلس ادارته وجمهوره بكاس ودوري وبطوله افريقيا؟ لا، ولكن استطاع النادي الاهلي ان يحقق دوري ابطال افريقيا بجداره، وحقق لقب السوبر الافريقي دوري ابطال افريقيا رقم 10 بالفوز على كايزر تشيفز، والسوبر الافريقي بيفوز على نهضه بركان. ده البطوله دوري ابطال افريقيا رقم 10 زي ما حضراتكم شايفين. في خلال في 8 شهور استطاع النادي الاهلي ان يستحوذ على بطوله افريقيا رقم 9 بالقضيه ممكن، ثم العشره ضد كايزر تشيفز في 7-8 شهور في رقم قياسي كبير جدا جدا. ما اعتقدش ان في نادي في العالم قدر يعمل هذا الرقم. وقبلها خد السوبر الافريقي. فالسوبر الافريقي امام نهضه بركان استطاع النادي الاهلي ان يفوز به ويرجع او يعود مره اخرى الى القاهره، وفي السكه كده خد برونزيه كاس العالم للانديه اللي حضراتكم شايفينه. 5 بطولات في اقل من 9 شهور. كل ده في 9 شهور. مباريات متتاليه لمده او خلال 220 يوم النادي الاهلي، او 210 يوم النادي الاهلي لعب 52 مباراه. لعب كام مباراه؟ 52 مباراه. طب سافر فيهم فين؟ سافر النيجر، السودان، الكونغو، تنزانيا، جنوب افريقيا، تونس، المغرب، قطر مرتين. طب لو حسبت حسبة بسيطة كده، لو حسبت بيها متوسط عدد المباريات اللي لعبها النادي الأهلي على مدة المباراة، هتلاقي إن الفريق كان بيلعب ماتش
كل اربع ايام. سيبك بقى من ان هو سافر ما سافرش، طبعا هم بيفكروا كده، سافر بقى ما سافرش، عمل ما عملش، قعد ما قعدش، يريح ما ريحش، في خلال 210 يوم النادي الاهلي كان بيلعب اربع مباريات، انا اسف، بيلعب مباراه كل اربع ايام، كان بيبقى فيهم او اثناء هذه المباريات كان بيبقى فيه سفر رايح جاي لكل البلاد اللي انا قلتها لحضراتكم. ده غير بقى ايه التوقفات الدوليه اللي لعب فيها الدوليين، يعني دايما في النادي الاهلي بتلاقي ايه 19 لعيبه موجودين في منتخب مصر. اثناء ال 210 يوم اللي انا بقول لحضراتكم عليها دي كان في توقفات دوليه، ما كانتش اللعيبه بتريح زي اللي هيحصل بعد يوم الجمعه، ما كانتش اللعيبه بتريح، كان ايه اللي بيحصل؟ بتروح تلعب في منتخب مصر ومحترفين طبعا مع منتخباتهم. يعني تخيل حضرتك فريق تعرض لكل انواع الارهاق ومع كل ده بينافس لحد اخر لحظه على لقب بطوله الدوري. ده بعد ما حقق ايه؟ خمس بطولات وبرونزيه في كاس العالم اللي ما حدش شافه غير النادي الاهلي بس. يعني انا هبتدي الفتره اللي جايه هتكلم عن تشيلسي لان انا هلاعب تشيلسي، لكن ما حدش تاني هيعرف يتكلم على تشيلسي. ده اخرك. ده اخرك. انا هقدر اتكلم عن تشيلسي وكنت بتكلم عن ريال مدريد وبتكلم عن برشلونه وبتكلم عن كل حاجه، ولكن محدش تاني هيعرف يتكلم عن الفرقه دي الا لو يحللها بره، يعني يشوفها في الدوري الانجليزي بتاع، لكن احنا ان شاء الله هنلعبها في كاس العالم للانديه. كل اللي بقوله ده بقوله ليه؟ ليه بقول هذا الكلام؟ لان هذا الكلام يجب ان يصل لكل جمهور النادي الاهلي، وانا متاكد ان هم عارفين كويس جدا جدا هذا الكلام. ليه؟ عشان احنا لازم نحتفل بهذا الفريق، لازم في اقرب فرصه ان شاء الله، وبناء على اللي احنا عارفينه ان النادي الاهلي سيحتفل بهذا الفريق وبكل الابطال اللي موجودين في النادي الاهلي. وافتكروا او ارجعوا في بدايه الكلام وانا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي، هات لي اللقطه، لقطه الجمهور هي دي كانت البدايه، لقطه جمهور النادي الاهلي بعد خروجنا من دوري ابطال افريقيا في دور الثمانيه. كل جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد، اتفضلوا، كل جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد في الاستاد كان بيسقف للاعبين. طيب هو ده صوت الجمهور اللي دايما بيدينا الحماس، هو ده دايما اللي بيدينا نرجع ازاي ناخد بقيه البطولات، نرجع ازاي ناخد بقيه البطولات. طيب حضراتكم شايفين قدام حضراتكم ده كانت البدايه في 2019. انا حكيت لحضراتكم كيفيه بناء فريق جديد، استطاع النادي الاهلي ان يستحوذ تقريبا بنسبه 90% على كل البطولات اللي شارك فيها، وده رقم كبير جدا جدا جدا.